يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحياناً أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. مرحباً بكم أصدقائي في حلقة جديدة. اشتقت لكم كالعادة، ووقت طويل ما قضيناها سوية كذا أنا وأنتم فقط، كان في ضيوف جميلين ورائعين الآونة الأخيرة. اليوم أعتقد أن الموضوع يعني قاتم ومظلم وكذا، يعني الاسم يطلع منه طاقة سلبية على يعني موضوع في آخر السنة وبداية السنة الجديدة، وتعرفون أنا حبي لهذه التفاصيل، للخواتيم الجميلة وللبدايات الجميلة. فالاسم غضب، الحلقة عن غضب، فأعرف أن الموضوع قد يكون قاتم، لكن كالعادة وكما دائما نتحدث عن الأشياء المغلوطة أو الأشياء السيئة حتى ندركها ونستبصر تجاهها بشكل أكبر، وحتى نفهمها بشكل أكبر وأكبر، ثم نرى الجانب الرائع والأبيض والجميل والساطع في الجهة المقابلة. فإيش الجهة المقابلة من الغضب؟ السلام وراحة البال والطمأنينة. فلذلك يجب علينا أن نخوض في هذا الحديث، وأيضا لعظم وأهمية هذا الشعور ومدى تأثيره عليك في حياتك، في سير حياتك. عندما تكون غاضب، أول ما نقول كلمة غضب على طول يدور في الذهن شخص عصبي، على طول شخص عصبي، إما لسانه طويل واللي صارخ بصوته، صوته عالي جدا، أو أفعاله يعني خلينا نقول لا سمح الله يوصل لنا حتى مثلا يعني تهزيء أو عنف لفظي أو جسدي، حتى لأنه عصبي لأنه غاضب. فدائما يرتبط الغضب مع العصبية، بينما في الحقيقة أن الغضب مو فقط شخص عصبي، ولا هما فقط مرتبطان الغضب عصبي والعصبي غاضب وخلاص وانتهينا، لا، الغضب شعور كبير ويندرج تحته مشاعر أخرى وينتج سلوكيات أخرى لا تظهر للآخرين أنك أنت شخص غضبان، لا تظهر حتى لنفسك أنك شخص غضبان. وهذه للأسف المشكلة اللي نبغى نتكلم عنها اليوم، أننا لا ندرك هذا الشعور. الغضب شعور كبير وعميق ومتعب ويؤثر في حياتك وسير حياتك، ومع ذلك أنت لا تعلم أنك فيه، ولا تعلم أنك أنت قاعد تمارسه الآن. ليه؟ لأن في وسائل دفاعية في اللاوعي يستخدمها العقل البشري حتى يظهر هذا الغضب بصورة مختلفة، فلا تعلم لا أنت ولا الآخرين أنك شخص غاضب. طب ليش أنا أبغى أدخل في موضوع الغضب؟ ليش أبغى أتكلم عنه؟ مو فقط عشاني أنا وأنتم واو وفلان وفلان غير مدركين بهذا الشعور وقاعدين نمشي فيه، فلازم أننا نصحي بعض. غير هذا الأمر، أنه شعور كبير يندرج تحته شعورين مهمة. يعني لا يكون الإنسان غاضب غير موضوع الغضب اللحظي، لما أحد يدفك تغضب من أنه دفك ومن أنه أذاك، فودك أنك ترد مثلا أنك تدفه، ولو إحنا أطفال أننا نبكي مثلا، يعني هذه طريقتنا. يعني هذا الغضب اللحظي، خلينا نقول فقرات الغضب اللحظي. لكن في أوقات أخرى الغضب حقيقة مو شرط تكون لحظة يعني أو موقف لحظي فقط، قد يكون مواقف سببت لك خوف أو حزن فغضبت. فالغضب قد يكون شعور متجذر وجاي من خوف أو حزن، من خوف من فقد أو خوف من أي شيء ممكن يحصل فتغضب. الحين بجيكم كيف إيش الفكرة هذه، وكيف يعني الخوف ينتج غضب. نفس الشيء ممكنك تكون حزين والحزن هذا يسبب غضب. نعطي أمثلة عشان نستوعب أكثر. الغضب أو الخوف خلينا نقول مثلا لما أنت تخاف أنك تفقد شريكك، في خوف شديد من فقد الشريك، سواء فقده أنه يسحب عليك أو أنه يهجرك أو أنه أو أي شيء آخر، طيب، أو أنه حتى يموت مثلا أو أي شيء آخر. لكن خلينا مثلا نقول الخوف من هجر الحبيب أو من هجر الشريك. بسبب هذا الخوف يصير الإنسان أنه خلينا نقول يتصيد الأخطاء مثلا، يصير في عدم أمان، فيصير مثلا لما ما يرد شريكه يشعر بغضب تجاه الشريك، غضب وأنت ليش كذا، وأنت مقصر، وأنت وأنت وأنت، فكلام وغضب شديد وانفعالات شديدة، حتى الشريك يتفاجأ أنه ترى الموضوع بسيط، أنا مثلا بس ما رديت، إيش في، ليش كل هذا الغضب؟ فالغضب أصلا ناتج عن خوف، وتكلمنا إحنا في حلقة سجن التعلق أنه المتعلق دائما إنسان خائف، فعشان كذا أنت تكون قلق، وعشان كذا أنت غاضب، تغضب على الشريك وتتصرف بغضب وتأنب وتلوم إلى آخره. وأيا كان طريقة الغضب اللي أنت تستخدمها اللي بندخل فيها الحين، لكن نرجع نقول أنه أصله خوف،
أنت لما تبدأ تستوعب أنه أوه لحظة أنا خايفة من فقد هذا الشريك أو أنا خايف من فقد هذه الشريكة، فلما تبدأ تدرك هذا الموضوع وتصلح هذا الخوف، طب ليش أنا خايف؟ هل في شعور عدم أمان؟ هل في معتقد لازم أنا أشتغل عليه؟ وترجع على وراء وتحاول أنك تصلح هذا الموضوع عشان يروح هذا الخوف، لأنه لا يفترض أن هذا الخوف يكون موجود لما أنت تكون في علاقة صحية. فبالتالي ما بيكون فيها غضب بعدها، لأن الغضب مرهق لك وللآخر، حتى لك طاقتك تهدر. فالغضب قلت لكم ينتج أحياناً عن خوف، فالغضب أكثر من شعور، تخيلوا. طيب الغضب ممكن ينتج عن حزن. إيش يعني عن حزن؟ شخص قاعد يفشل في دراسته، قاعد يفشل في الأشياء اللي هو يبغى يوصلها، وعادي الفشل هي حالة لحظية، يعني هذا ما نؤمن به، لكن للأسف الكثير يعني يوصم نفسه أنه هو فاشل وإلى آخره، فيتملك الغضب. هو قاعد يصل إلى مرحلة من العجز، أنه أنا ليش ماني ذكي زي الآخرين، أنا ليش ما قاعد أصل وأنجح زي الآخرين، فيبدأ يدخل في حالة غضب، يبدأ يدخل في غضب ممكن حتى على الجامعة حقته أو على الدوام حقه أو على المجتمع حقه أو على أهله. وبندخل عليها، بندخل بعد نتحدث عنها أكثر، طريقة اللوم إنها هي أحد الوسائل الدفاعية من أجل تنفيس الغضب. فمثلا يلوم أهله، أصلا هم لأن أهلي ما يدعموني، أو مثلا والله لأن أصدقائي يحبطوني عشان كذا أنا فاشل، فتلقاه غاضب مثلا. هذا الحزين اللي بسبب الفشل هو حزن، تلقاه مثلا فجأة يجي، يعني عشان كذا أنا أقول لكم إنه الشكاوي لما تيجي للأطباء النفسيين والأخصائي النفسي مو شرط يجي واحد يقول أنا عصبي ساعدوني، الله سهل، يا ليت كل الناس كذا، خلاص هو عارف انه عصبي وعارف انه يغضب بشده فيلا نعالج الغضب. لا، بعضهم هو عنده مشاكل اخرى، فتكتشف انه اصلها غضب، واصل الغضب حزن، واصل الحزن هذا مثلا افكار زي هذا الشاب حزين من الفشل. فبالتالي وش يسوي مثلا؟ يجي عندك يقول انا ما عندي اصحابي يتركوني فجاه. ليش يتركونك فجاه؟ السؤال يجي كذا، ليش يتركونك فجاه؟ انا يعني اعصب منهم وكذا، لكن مو عشان بس اعصب منهم، هم كذا. طب ايش هم كذا؟ الا نجد انه عنده غيره شديده، اصدقاء ناجحين بشده، يعني ناجحين وماشيين، فهو يغضب عليهم بشده، يغضب لانهم، هو مو شرط يكون حسد، ما يكون انسان سيء، لكن هذه طريقه الغضب حقته، انها طلعت على شكل غيره، على شكل افعال، انه يرى مثلا أسوأ شيء فيهم او يسلط الضوء على اشياء بسيطه فيهم عشان يغضب منهم، يبغى عذر عشان يغضب منهم او يغضب عليهم حتى ينفس الغضب اللي بداخله، اللي هو اصله حزن من فشله. فصار يغضب على كل الناجحين حتى لو كانوا أصدقائه. فشايفين تسلسل الأعراض من بداية أنه أنا ما عندي أصدقاء وأنا غضبان على أصدقاء؟ هذا ليس بالضرورة أن كل اللي ما عنده أصدقاء نفس السبب، بس يعني هذا مثال. فما عنده أصدقاء، لا هو بالتالي أصلا غضبان منهم أو عليهم، لأنه هو يغار من نجاحهم. فليش؟ طب هو يغار من نجاحهم لأنه هو قاعد يفشل باستمرار، وهذا دخلوا في يعني نوبة حزن، فهذا الحزن جعله غاضب من هؤلاء الأشخاص أو غاضب من أي ناجح. وهذه أيضا بعد تحدثت عنها كمثال آخر في حلقة الحكم الداخلي، اللي هو الحكم على الآخرين والتنمر على الآخرين، هو أصلا غضب دفين. يعني هذه الحلقة ترى فعليا مجاورة لحلقة الحكم الداخلي، لأن الحكم الداخلي لما يجي واحد يحكم على الآخرين ويتنمر ويسب من هنا ومن هنا، أصلا هو مليان غضب، فيجي يسقط على الآخرين ويجي يطلع غضبه بهذه الصورة. طيب فنرجع لموضوعنا، فالغضب إما يكون طالع من حزن أو إما يكون طالع من خوف. فبالتالي الغضب شعور أكبر من أنه فقط شعور لحظي، شعور الآن أحد دفني وزعلت، أو الآن أحد يعني دفني ونبضات قلبي تسارعت وجسمي اعتر وحسيت أنه في شيء داخلي كذا ينأكل. ما هي فقط اللحظة هذه اللي هي خلينا نقول اللحظة أو الفقرة اللحظية هذه اللي بتمر عابرة جدا، لا، هذا شعور غضب عابر. الغضب للأسف هو شعور قد يتأصل فيك إذا أنت استخدمت الوسائل الدفاعية المغلوطة في التفريغ عنه، في محو. طبعا لما إحنا نتكلم عن أي شعور سلبي من أول حلقة وأنا أتكلم معاكم، نحن لا نسعى إلى محو المشاعر السلبية، ونسعى إلى مثلا الوقاية تماما من المشاعر السلبية، لأنها جزء من حياتنا، جزء من حياتنا، ولا نستطيع خلق حياة وردية بالكامل، ولا نستطيع خلق حياة يعني تقيكم من كل المشاعر السلبية للأبد، من الصعب جدا، هذا شكل الحياة. بكرة أنت بتغضب بتحزن، لكن إحنا نبغى نعرف كيف نتعامل لما يجينا هذا الشعور. ومن حقك أن تغضب، لازم أقول لكم من حقك أن تغضب. عشان كده اليوم إحنا بنتكلم عن الطرق السلبية في التعامل مع الغضب، والطرق التي يجب علينا أن نستخدمها في التعامل مع الغضب حتى نفرغ بأفضل صورة، وما يصير هذا الغضب عائق في حياتنا وفي سير حياتنا. ليش أقول عائق؟ لأن الغضب أصله حزن،
أو خوف، والحزن أكثر شيء يعرقلك في هذه الحياة، والخوف أكثر جدار وأكبر جدار قد يجعلك تخسر الكثير من الفرص والكثير من العلاقات والكثير من الطرق الرائعة أمامك. فكومة المشاعر السلبية هذه، المثلث هذا اللي أنا أتكلم عنه، الغضب والحزن والخوف، يعني من المهم جدا أننا نرجع نطالع نفسنا من فوق، نستبصر حالتنا وقت الغضب، ونستبصر هل نحن غاضبين أم لا. الحين في هذه الحلقة وأنا بمشي في الوسائل الدفاعية اللي يستخدمها الإنسان متى ما صار شيء يغضبه، أنا متأكدة 70 إذا مو 80% منكم بيقول أوه أمانة أنا كنت غضبان، أثاريني أجل طلعت شخص غاضب، أثاريني مليء بالغضب، أنا اعتقدت أني أنا إنسان مسالم، أنا اعتقدت أني إنسان متصالح مع نفسي، أني خلاص راضي. لا، الغضب مو شرط يطلع بالعصبية، بالعكس أنا أحياناً أهني وأحيي الأشخاص العصبيين، طبعاً إلى درجة معينة، مو إلى درجة، لأن فيها درجات العصبية، في أحد يصل إلى مراحل زي ما قلت اللي هي العنف اللفظي والجسدي، طبعاً ما نحمس الواحد له، لكن أقول على الأقل العصبي إنسان صريح مع شعوره، هو غضب ثم فرغ غضبه بالصوت وبالكلام وبالحديث، فهو مدرك للشعور ومعترف فيه ومطلعه، فهو ترى صدق أنه ممكن يؤذي الآخرين لكنه مرتاح. أرجع أقول أنا ما أشجع للعصبية لأنها سلوك اندفاعي ناتج عن الغضب غير عقلاني، ويحرجه حتى هو مع نفسه ويحرجه عند الآخرين، لكن المقصد أنه فعل أو سلوك انفعالي يخرج تجاه أو بسبب ناتج عن الغضب، فهو سلوك صريح. أما السلوكيات الأخرى الغير صريحة اللي تعبر عن الغضب هي اللي بدخل فيها واحدة واحدة، هم يسمونها في علم النفس، يعني في علم النفس اللي هي وسائل دفاعية تنتج من العقل الغير واعي، يعني أنت بدون وعي منك، نتيجة تربية، نتيجة يعني منزلك وبيئتك وإيش ربيت عليه، بتكون طريقتك أنت ما تعرفها 100%، لكن هذا واجب الأخصائيين النفسيين لما أنت تجي تتكلم معهم إنهم يورونك شكلك من فوق، يقولوا لك كيف شكلك أنت في التعامل مع هذا الشعور، وبيعلمونك هذه الوسائل الدفاعية. فاليوم نتكلم نبذة عنها، نبذة عنها عشان أنت تدرك وممكن أنت فعلا تبدأ تراقب نفسك وتغير من نفسك. من أهم الوسائل الدفاعية اللي تنتج من العقل الغير واعي لما يصير شيء يزعلك أو يغضبك، اللي هي الديناي اللي يسمونها والريبريشن، اللي هي الإنكار والقمع، الإنكار والقمع، وهذه أغلب الناس يستخدمون هذا، على الأقل من حوالي أغلب الناس يستخدمون هذا الشيء، يجي يقول أنا معصب، عصبني الموضوع، لا ما يعصب أصلا، ما يعصب شدعوة، ما يهمني أصلا، فالواحد ينكر هذا الشعور اللي وصل له، شعور الغضب هذا ينكره تماما، ينكر ويقول لا أصلا الموضوع من جدك، الموضوع ما يعصب يا شيخ، ما يعصب، لا فكون، يمشوا خلنا نطلع، يمشوا خلنا نتمشى، تبغون تغيرون علي جو خلوني أتمشى، ولا حتى يتكلم عن الموضوع، ولا حتى يطري، ولا حتى ينفس عنه، ولا حتى يشكي عنه، لا يقول أصلا سخيف ما يسوى حتى أتكلم عنه. فهذه مرحلة الإنكار، يجي بعدها على طول الريبريشن اللي هي القمع، فيقمع هذا الغضب، يقمع هذا الغضب ويسكر عليه سنين قدام. إيش المشكلة في قمع الغضب هذا؟ إنه الشخص للأسف يعتقد إنه ناضج، يعتقد إنه واو أنا ترفعت وأنا كتمت غضبي، ويعني كتم الغيظ هذا يعتبر شيء، كتم الغيظ يعني اللي يوصي فيه الإسلام يكون إنك ما تطلعه بطريقة غير لبقة، وإنك تطلعه بطريقة مثلا زي ما قلنا بالعصبية، يعني بطريقة مؤذية للآخر، كتم الغيظ إنك تطلعه بطريقة صحية اللي هي الطرق اللي نتكلم عنها، لكن مو تكتمه للأبد، ما حد يوصي كذا ابدا، لانك انت فعليا كانك تشرب سم ولا ترجع تتعالج من هذا السم، بالضبط كذا انت قاعد تغذي جسدك بشعور قاتل ويقتلك اكثر واكثر مع الوقت. انت تعتقد انه خلاص انا تخطيت ونسيت، وهذا الغضب يعني خلوه دفين، ليش تبغى تطلع شيء زيادة؟ ليش تبغى تنبش أنت غضب في حياتي؟ ليش تبغيني دكتورة تنبشين غضبنا على مثلاً والدينا زمان، ولا على شريكي زمان، ولا على طليقي، ولا على طليقتي؟ ليش تبغين تنبشين هذا الغضب الآن؟ مو مسألة تنبيش، أنا ما حساعد شخص ما يبغى المساعدة أو ما يقول عندي مشكلة، لكن أنا بساعد أشخاص مشكلتهم ما هي في العصبية، مشكلتهم في أشياء أخرى، مثلاً عندها مثلا واحده عندها مشكله مثلا مع الزواج، تكره الرجال كلهم وتقول اصلا الرجال هم كذا والرجال هم كذا، فهذه مشكله لما بجي اتكلم عنها بقول تعالي خلينا نشوف انت كنتي غاضبه على مين في الرجال وانت طفله، ولو انت كبيره تلقى اوه لا والله في ماضي كان في اب معنف مثلا، او كان في شخص اذاها من الرجال زمان وهي صغيره، او حتى في قبل اسبوع مثلا او قبل اسبوعين. المعتقدات مو شرط كلها من الطفوله لما تتكون ولما تتركب، مو شرط، احيانا
في مواقف حياتنا وإحنا نكبر وإحنا نمشي وإحنا نتحرك قدام، في أمور إحنا نصورها ونرتبها ونحط يمين يسار حتى نضع معتقد جديد أو حاجز جديد، للأسف يعني بسبب موقف معين نحكم على هذا الموقف على أشياء كثير أخرى. فمثلا حكمت على الرجل هذاك أنه كذا وكذا، فبالتالي كل الرجال كذا مثلا، يعني هذا أحد الأمثلة يعني. فبالتالي أنه الشكاوي اللي ممكن أننا نقول أن أنتم أشخاص غاضبين كثيرة وبعدة أشكال، وكلها من تحت هذه الوسائل الدفاعية اللي أنا بذكرها. فزي ما قلت، الإنكار هذا، الغضب لما يكون متراكم بكرة يظهر على شكل المعتقدات السلبية هذه. زي مثال البنت هذه، أبوها عنفها وهي صغير صغيرة، كبرت تقول لا بالعكس الحين أبوي صنصتيك، زمان هذا الكلام زمان، هي لا زال عندها شعور غضب مكبوت تجاه هذا الوالد، تقول لا الحين احنا الحمد لله اصحاب وكل شيء. تيجي في حاضرها تلقى عندها مشكله مع الرجال، مو شرط مثلا في نزوح عن الزواج او ما تبغى تشوف الرجال، لكن مثلا علاقاتها العاطفيه جدا جدا يعني تتعب فيها، او جدا تحصل انها غاضبه على شريكها في هذه العلاقه. فتلقى كثير من الخلل الموجود في العلاقه بسبب هذا الغضب اللي كتمته وقمعته، و قررت بسبب الريبريشن هذه الوسيلة الدفاعية هذه، أنه قررت أنه لا أنا ما فيني أي شيء، وبالعكس هذا ماضي، وبالعكس هذه تربية آبائنا، وممكن لو ما ضربني أنا ما تربيت وما كنت كذا زي اليوم. فيجي هذا الشعور اللي هو خلينا نقول أنه يعني أنه أنا ما فيني شيء وإني أنا بخير، اللي هو الإنكار يعني. وبعدها زي ما قلت قمع 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 إلين يظهر هذا الغضب بصورة مختلفة على شكل معتقدات للأسف يعني تخلي حياتها قدام سيئة جدا، أو تخرب من سير الحياة. فنروح للمثال الثالث، الحين إحنا قلنا الدينايل وقلنا الريبريشن هي الإنكار والقمع، نيجي على الراشناليزيشن أو اللي هي منطقة الأمور، إنك تمنطق الأمور. تمنطق الأمور طبعا هذا في كل المشاعر السلبية، مو شرط فقط الغضب، لكن أنا اليوم قاعد أتكلم عن الغضب بالذات. فالغضب لما يصير موقف أغضب شخص، خلاص لما يصير هذا الموقف يجي هذا الشخص يقول لا ترى عادي هم سووا كذا، لأنه أنا زمان لما قلت لهم أني أحب هذا التعامل، فعشان كذا هو عارفني وعارف شخصيته وأنا أعرف شخصيته برضو. يبدأ يمنطق الموضوع حتى يشعر أنه الغضب هذا يخف معه. هذه طرق طبعا غير ناضجة تماما، وهي تنتج في اللاوعي منه، لكن يجب علينا أن ندركها حتى نغيرها. لا تمنطق المشاعر، ما عمرك يجيك شعور زعل أو حزن وتمنطق. أنا دائما عودتكم هنا أنك ترجع تقعد مع نفسك بقلم ورقة، بس بعد تفريغ الشعور، بعد تفريغ الشعور. فلما يجي الموقف اللي أغضبك، يجب عليك أنك تعترف أنه مزعج جدا هذا الشعور، وأنك تعبان جدا، وأنك غضبان من هذا الشعور ومتعبك. لكن أنت إيش تبغى تسوي؟ تبغى أنك تحاول أنك تفرغه عند صديق أو بكتابة أو بقلم ورقة. بنتكلم عن الطرق الممتازة والطرق الرائعة اللي ممكن إحنا نفرغ فيها الغضب بأفضل صورة. بعدها منطق على كيفك، بعضها افهم ليش سوى هذا الشخص كذا، ليش أنا رديت كذا، ليش، أو ادرس الموضوع. بس منطقة الشعور، أنك تمنطق الشعور في نفس الوقت، هذه من الوسائل الدفاعية الغير ناضجة اللي ممكن فعلا تكون أذية جدا لروحك. ليه؟ لأنه بيصير في تضارب بين القلب والروح، وتضارب بين عقلك. هذا الشعور، هذه اللخبطة تشعر الواحد بعدم اتزان، عدم اتزان. يصير الواحد مع عقله ولا مع قلبه ولا مع روحه، لكن الأمر ترى بسيط، ابدأ من هنا، طلع ثم اذهب إلى العقل. طبعا لما احنا نقول ابدأ من هنا، هذا لا يعني اننا يعني نسعى او نحاول يعني نقوم الناس او نصحيهم انهم يصيرون انفعاليين بشدة، لا، لكل شيء يعني سبحان الله حد، والوسطية في الأمور هي أفضل شيء. فإنك تطلع شعورك بالكلام، وقلتها في حلقة التحدث، عادي ترى أحيانا النبرة تزيد نوعا ما، عادي يطلع بكاء، عادي يطلع كلام حاد، غير أنه ما يكون كلام يعني مثلا مو كويس، كلام سيء، لا، لكن عادي يطلع كلام حاد. في النهاية هذه المشاعر خلها تطلع كيف ما هي، لا تحكم على نفسك. وبعدها إذا كان فعلا هذا الشريك محب، إذا هذه عائلة ولا أصدقاء محبين، سيجدون يعني خلينا نقول الأعذار لهذا الشعور. طيب، فبعد الراشناليزيشن يعني اللي هي انك تمنطق الامور، زي ما قلنا لا تمنطق الشعور وعيش الشعور بالكامل، وبنقول الطرق الجيده انك تعيش فيها الشعور. بعدها يجي البروجكشن اللي هو اللوم، وهذه مره شيء كبير، وتشوفونها في اللي حوالينكم كلكم. تلقى شخص دائما يلوم الاخرين، دائما يلوم الاخرين، سقط او فشل،
يجي يقول والله ذاك المدير اصلا ناوي علي وناوي وما ادري ايش وهو السبب اصلا، ولا المدرس الفلاني اصلا حسيته حاط عينه علي، حسيته ما ادري ايه خلاص. او مثلا مع الشريك يعني تيجي تلومه اصلا انت اللي تطلعني من طوري، وانت اللي تطلع او انت اللي تطلعيني من طوري، فيصير في لوم 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 على الاخرين انه انتم السبب، انا يعني ما كنت بكون كذا الا لانكم انتم السبب، ما كنت بفشل في هذا الشيء الا لانكم انتم السبب. اللوم هو وسيله دفاعيه حتى يشعر الانسان بغضب اقل، هو مليء بالغضب بسبب هذا الفشل او بسبب هذا العجز اللي هو قاعد يشعر فيه، فهذا الغضب يضعه على الاخرين، يضعه ويلوم الاخرين. اكثر الناس اللي تلوم الاخرين هم ناس تعبانه جدا، غضبانه، وغضبهم هذا ناتج عن خوف او حزن، فهم تعبانين، فهم ما هم قادرين الطريقة اللي يتشافون فيها روحهم إلا أنهم يرمون اللوم على الآخرين، يرمون هذه الأسباب إن الآخرين هم السبب. طبعاً أيضاً نروح لشيء آخر برضو يعتبر فيها إسقاط على الآخرين، اللي هي الديسبليسمنت اللي هي يعني البروجكشن احنا نسميها الإسقاط، انك تسقط مشاكلك على الآخرين وتلومهم. لكن الديسبليسمنت هي انك تحول غضبك من الشخص المناسب او الشيء المناسب اللي يستحق الغضب فعلا الى شخص او شيء اخر لا يستحق هذا الغضب. وهذه يمكن نشوفها كثير من البيوت، يرجع الواحد من العمل تعبان مكروف، يمكن حتى ظالمينه في العمل، متعبينه، محترق وظيفيا، منهار وكذا، فيجي ما يقدر، طبعا ما يقدر يسب ولا يقدر يهزئ المدير ولا يقدر يصرخ في الشركة ولا يقدر يطلع غضبه عليهم ولا في عمله أيا كان. يقوم إيش، يرجع على البيت يقوم يضرب أولاده، يعني يصارخ على زوجته، يضرب زوجته. طبعا مو شرط مثال رجل، حتى النساء ممكن فعلا يكون عندهم ضغوطات في الحياة أو حتى مشاكل مع زوجها، تقوم تضع كل الغضب وكل الشعور السلبي هذا على أولادها، مو شرط بالضرب، ترى مو دائما التعنيف الضرب هو الشيء السيء في الحياة واللي يجب أن نبعد عنه. حتى الألفاظ، حتى النبرة، لما تكون عصبية جدا، لما يكون الشخص يعني كلماته حادة وجارحة، ترى هذا كلها يعني أشكال من أشكال التعنيف، يعني مو شرط يكون تعنيف جسدي فقط، فالتعنيف اللفظي متعب. فلما يجي الواحد يغضب شيء، زوجة غضبها شريكة، تقوم تروح تحط غضبها على الأولاد فتضربهم وتهزئهم وتنفعل على أي شيء وتنفعل على أشياء بسيطة. نفس الشيء الزوج يجي مثلا من العمل تعبان وواصل حد، ويجي على أتفه الأشياء، على ليش كذا هذا، ليش هذا، على أتفه التفاصيل في البيت تلقاه غضبان جدا جدا. ليه؟ لأنه ما هو قادر يعبر عن غضبه بالطريقة الصحيحة للشخص الصحيح. ففي اللاوعي جسده وعقله وجسمه يبغى يعطيه التنفيس، يبغى يخلي الغضب هذا ينفس، الجسم ما يتحمل، العقل ما يتحمل كل هذا الشعور، فيطلعه بهذه الطريقة المغلوطة للأسف. هذا هو الديسبليسمنت، وهذا شيء مرة يعني مرة دارج جدا، وللأسف يعني يسمون هذول الناس أنه بس عصبيين، طبعا عصبي، لا، هو أنت عندك مشاعر غضب يجب عليك أنك تحلها، يجب عليك أنك تعرف كيف تتعامل مع الغضب عشان ما تصل إلى مرحلة أنك أنت تكون عصبي. طبعا الشيء الأخير والمهم، طبعا ومن بعده بنتكلم عن المعتقدات كذا بشكل موجز، الشيء الأخير اللي هو الكونفيرجن يسمونها، ويسمونها يعني التحويل الجسدي، أعتقد يعني شوية معلش الترجمات العربية عندي مو مرة، لكن أنا شفتوني قاعدة أترجم كل كلمة إنجليزي أعطيها ترجمة عربية، لكن قصدي هل هي فعلا بالعربي كذا تقال، ماني متأكدة، بس قاعدة أحاول إني أشرح لكم إياها، وهذا المهم إني أشرح لكم إياها، مو مهم إيش المسمى الحقيقي يعني. فكونفيرجن هي يعني يكون فيه كونفيرجن، هي من التحويل، انك تحول الشعور النفسي الى الم جسدي. وهذه عاد يعني طبوا واختاروا من زملائكم، من انفسكم، قديش ناس جو عندكم قال لكم بطني عورني، انتفاخات في بطني، قولون عصبي، الام في الكتف، الام في الظهر. هذا يعني كلام مدعم من الطب النفسي، انه اللي يصابون باعراض جسديه بشكل مستمر وليس لها سبب عند الأطباء، ويسوي تحليل من هنا ويسوي فحص من هنا، يجب عليه أن يراجع طبيب نفسي حتى يتأكد أنه هذه ما هي مشاعر سلبية، ما عقلك ما أعرف كيف يوجهها، ما أعرف كيف يتعامل معها، ففي اللاوعي حولها إلى أعراض جسدية.
القولون العصبي يعني حتى سبحان الله الجهاز العصبي يعني الهضمي هو أكثر جهاز مرتبط بالعقل. يعني إحنا لما نفرح بطننا يسوي أصوات، لما نتحمس، إحنا لما نقلق يحس الواحد بغثيان أو أكرمكم الله يحس إنه يبغي يعني خلاص. فبالتالي وحتى ممكن تتغير يعني خلينا نقول يعني تتغير يعني طريقته في الأكل، يتغير تقبله حتى للأكل. فالجهاز الهضمي جدا حساس مع العقل، مع المشاعر بالذات، مع المشاعر يروح كذا وينزل كذا مع مشاعرك. فمتى ما كانت شخصيتك متزنة، متى ما كنت أنت شخص عرف كيف يتعامل مع مشاعره، كيف يتعامل مع الظروف اللي تجي، مع الغضب، مع الحزن، مع كل المشاعر السلبية، تجد أنه شخص يأكل أي شيء. شخص طبعا غير اللي عندهم حساسية شيء طبي أوكي، لكن اللي يتحسس من أي أكل وبطنه يقلب وبطنه كذا، عادة ما يكون ممكن يكون أنه إذا ما لقى لها أسباب صحية ممكن أنها تكون هذه المشاعر السلبية اللي ما عرف كيف يوجهها، فتبدأ تطلع على أعراض جسدية. أنا شخصيا لدي أشخاص مقربين جدا كان عندهم مشخصين بالقولون العصبي، مشخصين. وعلى فكرة حتى أطباء الأسرة يعني هم دارسين في القولون العصبي إن قد يكون أحد العلاجات أدوية اللي هو مضاد للاكتئاب حتى يخفف من القلق يخف بعدها القولون العصبي، لأنه مو شرط بس أدوية خلينا نقول أدوية الهضمية. يعني اخذ دواء حق المعده او دواء تغليف معده او اخذ دواء قبل الاكل او اخذ دواء حق الغثيان، الى متى بس علاج الاعراض فقط؟ احنا لازم نحل الجذور. وانا اعرف ان ناس كثير يعانون من القولون العصبي، فيا رب يشافيكم ويعافيكم باذن الله، تدخلون سنه جديده مليئه بالصحه النفسيه والجسديه، لكن فعلا يجب عليكم انكم ترجعون لهذا الموضوع. انا اعرف اقول لكم شخصيات يعني مقربه جدا جدا مني ومشخصين بالقولون العصبي ومشخصين بجدار المعدة ضعيف وحساس وكلام كثير يعني. وفعلا يعني هذا اللي يشوفونه بالمنظار الأطباء، وهذا اللي يشوفونه في مثلا خلينا نقول كتحليل أو كيعني فحص أكلينيكي، هذا اللي يشوفونه فيشخصونه. يعني ما هو أنه غلط التشخيص، لكن إيش السبب؟ وإيش الجذر؟ من وين جاي هذا من وين جاي هذه الأعراض كلها؟ حرفيا لما بدأت بعلاج نفسها وعلاج صدماتها، دخلت في عدة مشاكل شخصية في فترة معينة بسيطة جدا، لما عالجتها مع أخصائيين نفسيين ذهب منها تماما. واليوم هي حتى مدمنة قهوة سوداء في الصباح، يعني تخيلوا يعني في الصباح على الريق، يعني هذه اللي كانت رشفة من القهوة كانت تهيج بطنها وتهيج جهازها الهضمي بشكل كامل. الآن ولا شيء تتحسس منه، ولا شيء، وما في عاد انتفاخات، كل الأمور اللي يعرفونها أهل القولون العصبي ما عاد فيها ولا شيء. هذه شخصيا مقربة مني أنا أعرفها. فبالتالي لا أعني فيها أن كل الأمراض الجسدية هي أصلا نفسي، لا بالطبع. لازم نأكد أنه أنا أتكلم عن مرض القولون العصبي والآلام الجسدية، آلام كتف، آلام ظهر، آلام عضلات، أحيانا تكون فعليا خلينا نقول الخمول، أحيانا تكون كلها أسباب يعني نفسية فتحولت إلى أعراض جسدية. يجب علينا أن نراجع هذا الأمر. الأمر الأخير وبشكل موجز لأني تكلمت فيه في البداية يعني بشكل مفصل، موضوع المعتقدات، أن الغضب يكون معتقدات. هذه كل اللي ذكرتها كانت وسائل دفاعية يفعلها العقل حتى يحمي الإيجو حقه، يحمي كبرياءه، يحمي نفسه، يأخذ وسيلة يعني دفاعية أنه سبحان الله العقل يعني يتأهب. زي لما أحد يجي يبغى يعطيك مثلا يعطي يعني يمد يده على وجهك، على طول أنت بتسكر عينك وبتبعد، لأنه الجسم يهيئ يدخلك في موضع الدفاع. نفس الشيء العقل بالنسبة للأشياء النفسية، مو لازم يكون أذى جسدي عشان العقل يحميك، أحيانا حتى الأذى النفسي العقل يبدأ يكون طرق معينة حتى يحميك من الأذى الشديد داخل جسدك بسبب هذا الأذى النفسي. فبالتالي كل اللي ذكرناهم كانت الطرق الغير واعية في التعامل مع الغضب اللي تظهر بشكل مختلف عن العصبية اللي احنا متعودين عليها، فبالتالي تخرب سير حياتك وتوقف في حياتك في أشياء كثيرة، وتجعل من حياتك صعبة أو تجعل من حياتك مليانة ألم وأذى وإلى آخره. أيضا الغضب يفعل الشيء الأكبر اللي هو زي ما قلت أنه بسبب الغضب هذا، وبعد ما أنت تنكره وتخليه على الجنب وتسوي له ريبريشن وتسوي له قمع وكذا، أو تستخدم أي وسيلة دفاعية أخرى من اللي ذكرتهم، للأسف يكون معتقدات. هذه المعتقدات اللي أنا قاعد أشتغل عليها من
أول حلقة إلى هذه الحلقة. فزي ما ذكرنا يعني مثال البنت اللي أبوها مثلا كان يعنفها، لما كبرت صار صعب عليها العلاقات العاطفية لأنها لا زالت غاضبة على الرجل بشكل عام، غاضبة على الفقر هذا، غاضبة على هذه الشخصية، شخصية الرجل بالذات. وفي أمثلة كثيرة يعني، لكن هذا مثال بسيط. المعتقدات تغييرها يحتاج وقت، وتفكيكها أصلا إدراكها يحتاج وقت. فممكن أنت تقدر تجلس مع نفسك وتعرف هذه المعتقدات اللي أنت متعبتك بمعرفة فقط المشكلة اللي أنت عندك. يعني مثلا أنا والله عندي مشكلة مع زوجي، أو أنا عندي مشكلة مع زوجتي، أو مثلا أنا عندي مشكلة مع عملي، يعني أنا في العمل مرة أحرق نفسي. لازم تجلس مع نفسك ليش أنت عندك هالمشكلة. هتلاقي كثير من المعتقدات، يعني كثير من الأفكار اللي جعلت منك تعبان زي كذا. لأنه زي ما دائما أقول لكم، الشعور أصله فكرة، الشعور أصله فكرة ولا شيء غير ذلك. فلا يجب عليك أنك أنت تحلل هذه الأفكار وترتب هذه الأفكار، وهذا اللي إحنا قاعدين نسوي طوال الحلقات الماضية. طيب، فتكلمنا عن كل الوسائل الدفاعية الغير ناضجة هذه، وتكلمنا أن الغضب قد يتكون على شكل معتقدات، مو شرط أنه يكون فقط شكلك عصبي، لا، بتكون شخص عندك مشاكل كثيرة بحياتك بسبب المعتقدات اللي كونها الغضب، اللي لا زال قابع جواتك. لأن الغضب هو سم لا يذهب من داخلك ولا تتحرر منه إلا إذا أدركته واعترفت فيه وفرغته بأفضل طريقة. طيب، الوسائل الدفاعية الغير، حتى هي ترى في اللاوعي اللي نفس الشيء، ممكنها تنتج عن تربية وكذا. فالطرق الجميلة اللي يجب عليك أنك تغير يعني سلوكياتك اللي ذكرناها قبل إلى هذه السلوكيات، تكون بإدراكك في نفس الموقف. لأنه ترى هذه الأشياء تطلع في اللاوعي، هي طريقتك، تعود سبحان الله عقلك على هذه الطريقة. فيجب عليك أنك تدرك نفسك وكذا تستبصر، تفتح اللمبة على نفسك. منها، من هذه الطرق طبعا عندنا اللي هي أهمها، اللي هي السبريشن، اللي هي تثبيط الغضب لفترة معينة. هذه سلوك في اللاوعي لكنه ناضج، يعتبر سلوك دفاعي ناضج. إن لما يجي أحد سوى موقف معاك أنت غضبان، تقوم أنت تكتم الغيظ. هذا هو كتم الغيظ اللي إحنا نتكلم عنه، إن الإسلام دائما يوجهنا له، إنك تكتم الغضب، تقول أنا ما برد الآن، ما بتكلم الآن، أنا بأخذ حقي بطريقة أفضل مثلا. فأنت مدرك إنك غاضب، وأنت مدرك إنك كاتم الغضب، مدرك. هذا الفرق بينه وبين القمع، إن القمع لا، أنت في إنكار أصلا. فالتثبيط الغضب هنا، أنت مدرك إنك غضبان، فتسكته شوية، يعني تروح البيت وتفرغ الغضب بطريقتك، تفرغ بعدة طرق. بنتكلم عن هذه الطرق. من أهمها عندنا الكتابة والتفريغ، يعني التفريغ الكتابي أو اللفظي، التفريغ الكتابي أو اللفظي. وثالثا المديتيشن، أو هي التأمل، بتكلم عنها بالتفصيل لاحقا. فبالتالي لما أنت تجي تكتب الغضب لفترة بسيطة بعدين تفرغه، كذا أنت انتهيت منه، كذا أنت ودعته، كذا أنت فرغته، كذا أنت كنت واعي بشعورك، فأنقذت عقلك وأنقذت جسدك من أنه يتحول بطريقة مختلفة أو بوسيلة مختلفة. هذا هو السبريشن. اللي بعدها هي الهيومرس، اللي هي الفكاهة. لما إحنا نستخدم الأشياء اللي تغضبنا في نكتنا اللي يسمونها الدارك كوميدي، الكوميديا السوداء، هذا الشيء مفيد جدا ووسيلة ناضجة. طبعا البعض بيقول لا يا فلان، هذا هروب، يعني أنا قد أنكت على الموضوع بس أنكت. لا، عاد هي بعض الناس، أنا مثلا ما عندي هذه الطريقة، أنا للأسف مثلا، يعني عشان أقول لكم أحد هذا، أنا كانت طريقتي من الناس، كنت اللي أمنطق الغضب، كنت لما أغضب أمنطق، ما أحب أشوف شكلي غاضبة، أحس إن من النضوج إني أنا أكون متزنة ولا أغضب ولا. وهذا غير صحيح طبعا، تغيرت كثيرا لاحقا وتركت هذا الموضوع. لكن الهيومرس مثلا ما هي طريقتي، أنا ما أحب أنكت في الغضب، لكن في أشخاص بالنسبة لهم إنه ينكت في موضوع الشيء اللي غاضبه ومعصبه تفريغ. فبرافو، وأهني طبعا كل ستاند اب كوميدي في السعودية ولا في العالم أجمع. يعني أنا دائما أحب أروح أصلا ستاند اب كوميدي عشان أضحك، بالنسبة لي الضحك تفريغ. لكن هم ما شاء الله لما يستخدمون حياتهم ومواقفهم ومشاكلهم بطريقة كوميدية ويعرضونها بطريقة كوميدية، مو شرط طبعا تكون ستاند اب كوميدي عشان تفرغ بالطريقة هذه، لكن الفكرة إنه لما يفرغونها بهذه الطريقة يشعرون إن المسألة بسيطة، فتتبسط في راسهم ويخف شعور الغضب. فهذه وسيلة دفاعية ناضجة يستخدمها البعض، ما نعيبها فيهم إلا إذا كان طبعا، يعني خلينا نقول، أتذكر في حلقة تحدث في الحوار، آداب الحوار، تكلمنا وكذا، أنه الواحد إذا كانت هذه طريقته لازم يحترم أن الآخر يمكن
ما هو طريقته في الغضب نكت وضحك، فما هو وقته إنه في الحوار إن تجي مثلاً تنكت أو تجين تنكتين في وقت ما إحنا قاعدين نتكلم كلام جدي. لكن أنت مع نفسك لو أنت تروح عند أصحابك وتقعد تنكت على المشكلة اللي صارت لك اليوم، تنكت تضحكون، أنت كذا فرغت، أنت أصلاً تكلمت عنها بسخرية وبضحك، ممتاز، كمل، برافو عليك. اللي بعدها طبعا وهي من الطرق الممتازة اللي حلو حتى نعود أطفالنا منهم الصغار، يسمونها سبليميشن، اللي هو إننا نحول الغضب المتجه أو اللي يفترض كان يتوجه على شخص أو فكرة أو شيء إلى هواية معينة أو إلى عمل معين. فمثلا أروح أشترك في تايكوندو، أو أشترك في فنون قتالية، أو أشترك حتى في تنس، أو حتى في كرة سلة. الطاقة العنيفة هذه اللي دخلت فيها، أو حتى أدرب أطفال البوكسينج مثلاً، أو زي ما قلت فنون قتالية وإلى آخره. الفكرة أن الشعور السلبي الكبير هذا اللي داخل علي ودخل فيني في جواتي أطلعه أنفس عنه في الرياضة الشديدة هذه، بالذات الرياضات اللي قلت عليها اللي هي تطلع بشكل بطريقة عنيفة، لكنها طبعا العنف المهذب يعني أو اللي في حدوده. فبالتالي يطلع كل هذا الشعور، وهذه طريقة جدا ممتازة للناس اللي مثلا ما يجدون الناس يفرغون لهم أو ما يحبون الكتابة، أو يعني هذه جدا طريقة ممتازة للتنفيس عن غضب. حتى لو أنت ما عندك هواية معينة، بس اليوم أنت غاضب جدا، روح أي كلاس ملاكمة، أي كلاس يعني يا كثر الجمات ما شاء الله، فأي كلاس مثلا زي ما قلت كورة أو أي شيء، فأي شيء فيه ضرب حتى يستطيع الإنسان أنه يطلع هذا الشعور الغاضب في الكرة هذه أو في المكان هذا. كنت أقول يعني كان واحد من مدربين التنس يقول أنه أفضل ما في التنس، طبعا أنا لازم أسوق للرياضة اللي أحبها والهواية اللي أحبها جدا، لكن أنه كان يقول لي واحد من المدربين كان فلبيني، فيقول لي أنه أفضل ما في كرة التنس أنه التنفيس عن الغضب فيها مرة كبير، في نفس الوقت فيها سكوت كثير. كان يقول كذا، كان يقول أنه أنت لما تنتظر الكرة أنت مركز في الكرة ولا مركز في أي شيء ثاني، هذا الصمت وهذا التركيز يخليك ما تركز في أي شيء آخر، ولما تيجي الكرة أنت تضربها بقوة فيطلع كل شعور غضب أنت مو داري أصلاً أنت قاعد تفكر في مين. يعني مو مثلاً أنك قاعد تفكر مثلاً في مديرك وضربت الكورة، لا، أنت مركز في الكورة تبغى تضربها، لما تيجي الكورة تضربها بأقوى شيء فيطلع شعور غضب صافي ما تدري حتى هو المين، لكنه يطلع. فأعجبني طبعاً مثاله جداً، لكن أي رياضة ممكن أنها تطلع هذا الشعور بهذا القوة، لازم أنكم تسوونها إذا شعرتم بغضب شديد عليكم. طبعا واخيرا زي ما ذكرت انه من اهم السبل برضو للتنفيس عن الغضب هي الكتابه، او خلينا نقول التفريغ، نسميها التفريغ الكتابي او اللفظي، اما صديق مقرب او مختص او حتى انك تتكلم عن المشكله اللي حصلت وانه ايش اغضبك وليش اغضبك و الى اخره. لانه يا جماعه شعور الغضب احيانا ترى يكون من سوء فهم، يكون من فكره مغلوطه عندك، حلو انه احد ثاني يعني مستبصر يعلمك انه هذا الشيء مثلا، لا ليش انت غضبت، تراجع نفسك، تبدا بكره وبعد بكره ولما تكبر وتكبر تبدا الاشياء اللي تغضبك تصير اقل، لانك درست كل شعور غضب انت دخلت فيه، فرغت عنه يعني بطريقتك اللي تبغاها، بعدين تكلمت عن الفقرة هذه، حتى بكرة هل ممكن هذا الموضوع يصير فعلا ما يغضبك بعدها، فأنت كده تصير قلصت الأشياء اللي تغضبك في الحياة، وهذا النضوج الحقيقي، هذا النضوج الحقيقي اللي يعيشك حياة أفضل بكرة. طبعا وعندنا التفريغ الكتابي، وإن شاء الله بيكون في حلقة قادمة إن شاء الله في شهر يناير عن فقط الكتابة، بنتكلم عن الكتابة العلاجية، لأنه دائما تقولون دكتورة كيف أكتب، كيف قصدك أكتب كذا كيف، وأنا دائما أعطيكم الكتابة العلاجية البيت يعني خلينا نقول أساسية، لكن نفصل إن شاء الله مع ضيفتنا بإذن الله في حلقة قادمة عن الكتابة العلاجية. لكن الآن خلينا نقول إنه اللي أبغى منكم اللي هي الكتابة التفريغية، يعني صار موقف يغضبك، صار موقف مرة دخلك في مشاعر سلبية جدا، تمسك ورقة وقلم وتكتب كل اللي بخاطرك تجاه هذا الشخص أو تجاه هذا الموقف أو تجاه هذا الشعور اللي جاك. مثلا حسيت بشعور بالفشل إنه أنت رسبت كثير وكذا، هذا قاعد يتحول إلى غضب على نفسك، غضب على أدائك، غضب فجأة بيتحول لهم على الآخرين. فقبل لا يوصل إلى أي مرحلة امسك ورقة وقلم، اكتب ليش أنا كذا، ليش أنا فاشل، حتى لو أنت قاعد توصم نفسك بالفشل اكتب اللي تبغى، الدفتر أو الورقة بينك وبين نفسك فهي حديث نفس، لا تخاف، سب حتى لو تبغى تسب، سب براحتك، بأي لغة، بأي طريقة، إنجليزي عربي، أهم شيء إنك تكتب. حتلاقي نفسك تبكي، حتلاقي نفسك منهار، حتلاقي نفسك مو مرتاح، يعني أبدا شعور غير مريح وأنت تكتب هالأشياء، بس بعدها حيكون الشعور المريح إن شاء الله. فالتفريغ الكتابي أو اللفظي مع الناس
الحكماء المستبصرين الرائعين أو المختصين حيكون يعني خلينا نقول متنفس رائع وممتاز جدا خلينا نقول التنظيف الدوري، التنظيف الدائم والوصول إلى معرفة عن نفسك أكثر حتى تترتب حياتك أكثر بكرة. الأخير، الشيء الأخير اللي بقوله، المديتيشن، التأمل. التأمل يا جماعة ما هي شيء للرفاهية، التأمل هي أسلوب علاجي، أنت يفترض عليك أنك تستخدمه يومياً، إما في الصباح إما في الليل. أنا عن نفسي ما ألقى وقت صراحة أني أستخدمه يومياً، يمكن على الأقل مرتين في الأسبوع، وإذا صار عندي ضغط شديد، مثلاً عندي دوامي صار شديد، أو مثلاً يعني صار فيه ضغط شديد، أو عندي اختبارات، يومياً على الأقل يومياً. ليه؟ إنه فكرة التأمل أنك أنت تقعد مع نفسك، فيها تنفس، بريث إن وبريث آوت، تدخل نفس وتطلع نفس، تركز في اللحظة هنا والآن، فتبعد كل المشاعر السلبية في هذيك اللحظة حتى تتشافى شيئا فشيئا. طبعا أنا عندي في حلقات كنبة بلس، إذا تبون تشتركون بنحطها في وصف الحلقة، في عندي حلقات للميديتيشن، حلقات للتأمل، يعني أقودكم فيها إلى تأمل بإذن الله يصل بكم إلى سلام أفضل. وممكن تكون لها مواضيع أو عناوين، لكن أي تأمل فيه تنفس وفيه هدوء وفيه استحضار للحظة قد يساعدكم إن شاء الله إلى تنفيس الغضب بشكل أكبر وأكبر. فنهاية هذه الحلقة أبغى أقول كلمة مهمة جدا، إنه كل اللي ذكرته حتى من بداية الحلقة أقول لكم ترى هذا يعني شيء يحدث منك في العقل اللاواعي. فبتقولون طب دكتورة أنت قد تقولين بالعقل اللاواعي، كيف أنا أغير في اللاواعي؟ أقول لكم إنه أنت يجب عليك إنك تفتح إضاءة على الأشياء اللي أنت تفعلها بدون وعي منك، حتى تنقلها إلى الوعي، حتى تعدلها. وهذه كانت تغريدة قبل أمس كتبت شيء عن البدايات، إنه قلت إن البدايات شيء رائع وجميل وإنها منعشة، لكن يجب علينا الحذر فيها ووضع مساحة ومسافة ووضع يعني وقت حتى للقرارات فيها، حتى يعني لا يخيب ظنك، وممكنك تطلع منها لو انتهت بهدوء وسلام، أو إنك تكمل فيها بتحقيق فرحة أكبر. فرد علي شخص قال لي دكتورة يعني زي إن كلامك مثالي، إنه هذه طبيعتنا أعتقد كإنسان أو كناس أو كبشر. فردي عليه وعليكم إنه الطبيعة تهذب. لو إحنا بنجي نقول لا والله هذه طبيعة الإنسان، هذه طبيعته هو كذا، كم ما حطينا قانون. طبيعة الإنسان قد يرغب في أشياء كثيرة وفي أشياء غلط وفي أشياء غير منطقية أو تضره أو تضر حتى مجتمعه، لكن كل شيء يهذب بداخلنا، كل شيء باستطاعتنا تغييره بشكل أو بآخر أو على الأقل التقنين منه بعد أن نستبصره وندركه ونضع الضوء علينا. وهذه فكرة تزكية النفس، تنظيفها، تهذيبها، وهذا ما أريده منكم في نهاية هذا العام، تنظيف أنفسكم من الغضب ومن كل شعور سلبي آخر. لكن لا بأس لو ركزنا أحيانا على شعور واحد حتى ندخل إن شاء الله في سنة 2023 كل عام يا رب وأنتم بخير، وكل عام وأنتم في سنة مليانة سلام وطمأنينة وراحة بال، لأنه ما في أفضل من هذه المشاعر. فرغوا غضبكم، تعلموا كيف تتعاملون معاه، تعلموا كيف تمشون في حياتكم وأنتم مدركين لكل تصرفاتكم اللاواعية اللي بدرت منكم. وكل التوفيق لكم وكل السلام والحب دائما وأبدا، وإلى سبت قادم وإلى اللقاء.